صلاة الليل سئلت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل سئلت عنها، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هكذا أخبرت عائشة في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت أيضا في مطلع هذه الإجابة، قالت لما سألها السائل كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فدلت هذه الآية هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في رمضان، لكن هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الزيادة، بل هو بيان أن الأفضل والأكمل في عدد الركعات لمن كانت صلاته على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طولا وحسنا أن يصلي أربعا، يعني يصلي تسليمتين ثم يفصل بين التسليمتين والتي تليه بفاصل، ثم يصلي تسليمتين ثم يصلي ثلاثا، هذا إذا أطال. أما إذا كان الإنسان يشق عليه طول القيام ويرغب في كثرة الركعات، هذا أيضا لا بأس به، ويدل له ما في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم، جزاكم الله خير. وهذا يدل على أنه لا حد لصلاة الليل، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك، أنه يجوز أن يصلي ما شاء من الركعات في الليل، ويسن أن يختم ذلك بوتر.